هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. خطوات حكومة الكاظم التوازنية. منذ أن نالت حكومة مصطفى الكاظمي ثقة مجلس النواب، والرجل يدرك أن رئاسة الوزراء في هذه المرحلة الحرجة هي مسألة في غاية الصعوبة، كونه ورث وضعا شاذا لم يصنعه هو من حيث الفساد العام والفقر والتهجير وقتل المتظاهرين واغتيال الناشطين وأزمات الكهرباء والمياه. التحديات الجسام التي يمر بها العراق هي التي جعلت الكاظمي يسلك هذا الطريق، وفوق كل هذا فالتحدي كان ولا يزال أمامه هو شق طريق وسط بين أمريكا وإيران، اللتان تمارسان تأثيرا سياسيا وأمنيا عميقا في العراق. وفي أي مواجهة عسكرية بين العدوين اللدودين فسيكون العراق هو الساحة المؤكدة. المحاولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي حاسمة في هذا السياق، فمنذ توليه منصبه ورغم تعاقب الصدمات والاصطدامات ما يزال يرفع وبتناغم مع رئيس الجمهورية برهم صالح راية بناء دولة القانون، ومؤخرا بدل كاظمي وهو يقاتل من هندسوا استمرارهم على قاعدة ديمومة اللا دولة. وفي الوقت الراهن وفي معركة الدولة واللا دولة يتراجع الكاظمي بضع خطوات في سبيل تقوية استراتيجيته العسكرية، وذلك عبر ترفيع الضباط الشباب وتوسيع عمليات مكافحة الإرهاب وتعيين المزيد من الموالين له داخل الجهاز الأمني والاقتصادي ورفع العائدات الحكومية من النفط. منتهى القول، يسعى نهج الكاظمي ضد الميليشيات إلى إعادة الاعتبار إلى الدولة وتأمين مواردها التي أصبحت نهبا للأحزاب السياسية. إلى ما سيؤدي صراع الكاظمي مع الميليشيات، وهل يتمكن من إرساء أسس الدولة العراقية التي لا تقوم لها قائمة إلا بالاستناد إلى المواطنة الحقيقية لا على المحاصصة الطائفية؟ المشهد السياسي والأمني الحالي في غاية التعقيد، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.